إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير من الصلاة هل أفوز بفضل الجماعة؟ لا، الجماعة لا تدرك إلا بركعة، لا تدرك بأقل من ركعة، ولكن تدخل مع الإمام من أجل المتابعة، تحصل على أجر المتابعة. وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الإمام على حال فليكن معه على تلك الحال. وأما إدراك فضل الجماعة فهذا لا يدرك إلا بركعة كاملة. نعم.